أصل قمر الدين. اختلفت الروايات والمصادر في تحديد أصل اسم قمر الدين. منها روايات قالت إن الاسم منسوب لأشهر صناع المشروب ده في بلاد الشام من مئات السنين، وروايات تانية قالت إن الاسم ده جاي لأن أمراء الدولة الأموية كانوا بيوزعوا المشروب ده مجاناً على الناس بمجرد ظهور قمر شهر رمضان، واللي بيسموه في كتير من الأحيان بقمر شهر الدين، اللي هو قمر الدين.